تواصل يستمر أيها الحفل الكريم واللقاء يتجدد مع حضراتكم بعدما أكملنا الجولة الأولى بأربعة أشواط بالأيضا المحليات والمهجنات الأصايل بالحول والزمول وأفضل التوقيت الزمني مع أول الأشواط اللي هي شواهين أول أشواط المحليات الأصايل سعيد بن محمد بن طويلب المنصوري 9:28 هي صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح إلى حتى هذه اللحظات. انطلاقاتنا مستمرة أيها الحفل الكريم والتحديات أيضا مستمرة ما بين هذه الأسماء التي حضرت في هذا الانطلاق الحول المحليات الأصايل وشوطنا الخامس الذي أعلنت بداية انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. نسير مع مقدمة الشوط والمركز الأول الصدارة تتقدم أيضا وبلغ الحذرة مع المركز الأول يقدم الحذرة في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله. سعيد بن هزاع سعيد أو هزاع هزاع بن سعيد بن هزاع أبو سعيد يتقدم مع المركز الأول من خلال تواجد الحذرة على الصدارة على مقدمة الشوط في هذا الانطلاق هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني لكن اللي غيرت في هذه اللحظات الشاهنية وسالم بن محمد بن طويلب المنصوري غيرت على مقدمة الشوط المركز الثاني تتواجد أيضا شواهين للشيخ أيضا عبد الله بن حم العامري يقدم شواهين مع المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث الحذرة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني تقدم في هذه اللحظات المركز الرابع المركز الرابع تاتي كذلك الشايبة وسعيد بن محمد بن حسان بثيمة العامري خذت المركز الرابع المركز الخامس تتقدم كذلك في هذه اللحظات انتباه وسهيل سهيل بن سيب بن سهيل بن كلثم الخيلي يقدم انتباه على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات وكذلك تقدم من خلال تواجد مصيحة سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي وحضور من خلال تواجد أيضا الذيبة سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي أيضا بدوره في هذه المعركة وبهذه أيضا التقدم وبهذه الشعارات التي تسير في هذا المسار أتابع أيضا هناك تقدم من خلال تواجد الصايلة علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري وصلت مع المركز أيضا في هذه اللحظات تابع أيضا هناك سامي أخرى انضمت في هذه اللحظات أسرار منصور بن سيب راشد آل سالبين المنصوري يقدم كذلك أسرار في هذا الانطلاق وحضوره مع أسرار في هذه اللحظات وبهذه التحديات وكذلك أيضا هناك بلقى النصيبة وحامد بن مصبح من خميس النادي كذلك بدوره مع النيادي يقدم اللي هي النصيبة بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر لكن لا بد ملعودة في هذه اللحظات والمحليات الأصايل المحليات الأصايل بدأت بالاندفاع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق بهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن شوف التحدي وشوف الإبداع مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات وهذه هي أيضا تتقدم الجموع اللي هي أيضا الذيبة سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي يقدم الذيبة وهناك أيضا من الطرف الآخر تقدم من خلال تواجد مصيحة السيل بن عويضة بن سيل الخيلي خدت المركز الثاني غيرت على صدارة الشوط المركز الثالث تابع لي من الطرف الآخر أيضا وتقدم في هذه اللحظات مع المستوى
المركز الثالث تابع لي المركز الثالث والتقدم في هذه الإثارة والوصول من خلال تواجد شواهين الشيخ عبد الله بن حمد العامري خذت المركز الثالث، لكن أيضا وصول وتقدم من الشاهينية وسالم بن محمد بن طويلب المنصوري قدم الشاهينية على مستوى المركز الرابع وشد الهمية بن طويلب أتابع أيضا بعد المركز الرابع أتابع بعد المركز الرابع وشوف الحضور في هذه اللحظات انتباه انتباه مع المركز أيضا الخامس في هذا الانطلاق انتصفت المسافة هذه هي انتباه مع المركز الخامس وسهيل بن سهيل بن سيب بن سهيل بن كلثم الأخيلي سهيل بن سيب بن سهيل بن كلثم الأخيلي مع انتباه شد الهم يا سالم تابع يا سالم في هذه اللحظات مع انتباه أتابع اللي بعد انتباه أتابع هناك سامي أيضا لم يحين موعد دخولها إلى حتى هذه اللحظات لها كذلك وصولها ولها حضورها في عالم الساحر تتقدم في هذه الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن بدأت الأسامي بدأت الأسماء تتقدم أيها الحبل الكريم وتسير في هذا المسار المستمر ما شاء الله وشوف هذه ذلل المحليات الأصايل انتاج الوطن والدار تتقدم في هذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله والتي يبلغ نصابها مشاهد الكرام أيضا في هذا الانطلاق بهذا التحدي المثير ما شاء الله أيضا هناك 13 ذلول محلية انطلقت في هذا الانطلاق المثير ما شاء الله وتبارك الرحمن لكن لا بد من العودة مع مقدمة الشوط بدأت الذلل بالإقلاع في هذه اللحظات مبكرا المشاهدين الكرام هذه الذيبة على مقدمة الشوط وكذلك أيضا تأتي الشاهينية مع بن طويلب وهناك أيضا تقدم مع بن حم وحضور مع سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي ووصول آخر في هذه اللحظات مع انتباه والصايلة أيضا تتقدم في هذه الإثارة والحذرة قادمة في هذا الأوان يا سلام وصلنا مع 2 كيلو متر وصلنا مع 2 كيلو متر شد الهمة يا أيضا هناك محمد بن ساري شد الهمة يا محمد يا بن ساري بدأت الأمور في هذه اللحظات وهذه الذيبة على مقدمة الشوط الذيبة مع المركز الأول لكن أيضا الشاهنية مسيطرة الشاهنية على المركز الأول الشاهنية مسيطرة على الصدارة مقدمة الشوط سالم بن محمد بن طويلب المنصوري مع المركز الأول يقدم الشاهنية على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول مع هذا التحدي المثير في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة وصلى مع الكيلو والنص المتر الأخير الكيلو والنص المتر الأخير يا المتمرد وينك يا سلامي على هذا التحدي يا سلامي على هذا الإبداع المستمر في هذه الإثارة المستمرة ما إن شاء الله وتبارك الرحمن أشوف الشاهينية وأشوف الذيبة وأشوف كذلك أيضا هني تقدم من خلال تواجد شواهين للشيخ عبد الله بن حمد العامري وصلت مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة أشوف أتابع هذه الدلال 1200 يا بن طويلب 1200 يا بن طويلب ما شاء الله وتبارك الرحمن الشاهينية على مقدمة الشوط مع المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول لكن وصول مع الذيبة في هذه اللحظات وكذلك أيضا شواهين وصلت أيضا الشيخ عبد الله بن حم العامري قدم شواهين على مستوى المركز الثالث ولكن هناك وصول مع أيضا آل سالمين قادمين وكذلك الصائلة يا مرحبا أيضا بوصول الصائلة وعلي بن سليم بن علي العامري يقدم اللي هي الصائلة مع المركز الثالث في هذه اللحظات أسرار وأيضا منصور بن سيف بن راشد المنصوري يقدم أسرار على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة لكن بعود على الصدارة بعود مع الذيبة وشاهينية الذيبة عند بشطيط مع المركز الأول سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي مع الذيبة على الصدارة على مقدمة الشوط لكن الصائلة صاحبة إنجازات الصائلة تتقدم في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر على مقدمة الشوط مع المركز الأول أيضا سليم بن علي أو علي بن سليم العامري قدم الصائلة بقيادة سليم بن علي العامري مشكور يا بن سليم
سليم ومشكور يا سليم على هذا التقدم المثير في هذه اللحظات. هذه هي الصائلة، هذه هي الصائلة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، على الصدارة على مقدمة الشوط علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري، لك التحية على فوز الصائلة وحصولها على المركز الأول. تهانينا والناموس والتهاني أيضا كذلك لسعيد بن سليم العامري، لك التحية على فوز الصائلة بالمركز الأول. المركز الثاني عند مطويل، المركز الثالث عند الصيد، المركز الرابع أسرار منصور بن سيب راشد آل سالمي المنصوري، والمركز الخامس عند أيضا السهيل بن عويضة بن سهيل الأخيلي، ألا وهي مصيحة خذت المركز الخامس. هذه هي نتائجنا توقيتنا الزمني 9:40 من الثواني. الصائلة علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري، تهانينا والناموس وتهاني كذلك أيضا لسليم بن علي العامري، والتهاني أيضا نبعثها من القلب إلى القلب لسعيد بن سليم بن علي العامري على دعم لهذا الشعار من خلال تواجد أيضا الصائلة وكذلك أيضا الأسامي الأخرى. لكم التحية على هذا الفوز والانتصار.